طبعا إخواني في الله، طبعا على من يجب الصيام؟ هنا سؤال واضح جدا، الكل يعرف على من يجب صيام شهر رمضان. واحد، شرط الأول، واحد أن يكون مسلما، ثانيا أن يكون عاقلا، ثالثا أن يكون بالغا، رابعا أن يكون مقيما غير مسافر. طبعا الآن هذه الشروط العامة، هناك شروط متعلقة بالمرأة، أن تكون طاهرة ليست بحائض، فالحيض يسميه الأصوليون ماذا؟ مانع، يسمونه مانعا يمنعها من الصيام. وهذا المسافر أيضا له الرخصة بالإفطار،